وكان الامور بالنسبه له كانت سهله. طيب اخد كابتن احمد حموده المدرب العام لنادي دجله. اهلا بيك كابتن احمد. حبيبي يا كابتن حبيبي. كل سنه حبيبي. وانت طيب وبخير. وانت طيب يا حبيبي الله يخليك يا كابتن. يعني الكابتن الموجود انا عارف كابتن ماهر همام وكابتن رضا شحاته. كابتن رضا شحاته كل سنه وانت طيب يا حموده وبالتوفيق ان شاء الله. انت طيب يا حبيبي. يعني اعتقد بقى انت بدات تنام كويس. ابتدينا ابتدينا طبعا الحمد لله طبعا يعني الله يكون في عونكم بصراحه كانت الفتره اللي فاتت. والله الحمد لله كانت ضغوط كانت عاليه علينا كلنا على الاداره وعلى الجهاز وعلى اللعيبه على كل الناس. يمكن ده ظهر بشكل كويس يمكن اخر مباراتين يعني الحمد لله النتيجه كانت ايجابيه بالنسبه لنا ان احنا كسبنا طبعا الانتاج وده اللي قعدنا في الدوري. وبعديها ماتش الداخليه حتى واحنا بنلعب 10 لعيبه كان الشكل معقول شويه عن الماتشات اللي قبل كده. يعني انا اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. اتفضل. يعني كنت متوقع في اي لحظه ان دجله ينزل؟ لا والله بالامانه والله الواحد كان عنده ثقه في ربنا والحمد لله عندنا ثقه في ربنا طبعا. واحنا يعني الاداره واقفه جنبنا بشكل كويس واحنا ككياس كنا الحمد لله يعني كان عندنا يقين ان ربنا هيكرمنا هنقعد. واللعيبه الحمد لله كانت لعيبه بس لعيبه كلها كبيره اللي عندنا بس طبعا كانوا بيلعبوا تحت ضغط البونت طبعا فدي كانت فارقه معاهم. ويمكن ده ظهر في اخر مباراتين كان الشكل احسن من الاول بكتير انما الحمد لله كان كلنا ثقه في ربنا وفي اللعيبه يعني الحمد لله. يعني كنتوا بتتغلبوا على فقد النقاط ازاي يا كابتن احمد؟ يعني كنتوا متوقعين ان انتوا تفقدوا نقاط بالطريقه دي ولا كابتن طارق كان متخيل ان هو لما يمسك دجله الموضوع كان هيبقى اسهل من كده؟ لا والله هي في البدايه كانت الامور سهله يعني احنا اول اربع مباريات بعد ما تولينا الموضوع كابتن طارق تولى الموضوع الامور كانت كويسه كنا ماشيين بشكل كويس. جمعنا 10 بونت في من 12 بونت طبعا من اربع مباريات يعني. الشكل كان كويس وابتدينا نحط رجلينا بشكل كويس. بعد كده حصل دروب برضه ماتش الانتاج وماتش الداخليه في نهايه الدور الاولاني يمكن دول اللي فرقوا معانا يمكن خسارتين ورا بعض فرقوا معانا فابتدينا نعاني تاني جينا في الاخر الحمد لله يعني وقفنا بشكل كويس انما هو في الاول وفي الاخر كان ضغط طبعا احنا كنا عارفين ان هيحصل الكلام ده في فتره من الفترات انما هي ان الداخليه طنطا كانت ماشيه بشكل كويس وكان الرجاء ابتدى يقرب مننا بشكل كويس قوي يمكن مع كابتن رمضان السيد طبعا يعني كانوا خسروا من 8 مباريات او 9 مباريات خسروا ماتش الزمالك بس بالزبط. النتائج ابتدت تقرب البونت ابتدى يقرب لينا فده كان بيعمل علينا ضغط وعلى اللعيبه ضغط انما الحمد لله الواحد كان كله ثقه ان ربنا يكرمنا يعني. يا رب دايما يا كابتن احمد. يعني كنت عايز السؤال ده للكابتن طارق بس اكيد حضرتك طبعا اقرب شخص ليه يعني في الملعب على الاقل ايه اللي طلعتوا بيه من الفتره اللي فاتت دي الفتره العصيبه اللي فاتت دي؟ والله بص يا كابتن عبيد احنا في الفترات اللي احنا كنا بنخسر فيها لو بصيت هتلاقي كل الغلطات حاجات فرديه. مش هنتكلم يعني في تفاصيل ومين اللي غلط ومين اللي ما غلطش والكلام ده كله والكلام طبعا مش بنلوم اللعيبه طبعا يعني احنا اول ناس ملومين انما احنا بنتكلم اللعيبه الحاجات كلها كانت حاجات فرديه ما فيش حاجه جماعيه يعني ما بنخسرش مثلا بثلاثه وباربعه والكلام ده كله. الغلطات كانت بتبقى مثلا واحد بيغلط زي مثلا هنقول مثلا اخر ماتش الاهلي مثلا خسرنا بغلطه في الراجل الزحله وهو بيجري باتريك طبعا غصب عنه طبعا راح ازاره وجاب جول وخسرنا المباراه بالشكل دوت. ماتش الزمالك يعني خسرانين في اخر الماتش بالظبط بكره فاول اتلعبت غلطه جوه ال 18 برضه نفس الكلام هي كلها غلطات فرديه انما طبعا احنا طبعا ما يعني بنتحمل المسؤوليه مع اللعيبه طبعا. كابتن طارق الراجل اشتغل بشكل كويس جدا جدا والله مش عشان يعني مش عشان شغال معاه انما هو راجل محترم جدا في شغله راجل بيشتغل من اول يوم ابتدينا نشتغل تكتيك ازاي وازاي الناس تقف في مركزها بشكل كويس التمركز في الملعب الحته الهجوميه اتعملت بشكل كويس انما هو في الاول وفي الاخر بيبقى في توفيق وعدم توفيق. أكيد. احنا التوفيق ما كانش محالفنا الفتره اللي هي يعني الفتره اللي هي بعد ما مسكنا باربع خمس مباريات ابتدت الفرق يعني ابتدت تقرب منك وانت الضغط ابتدى يتعمل على اللعيبه بتاعتك شكل البومب طبعا اللي هو كل الناس بتقرب وطبعا احنا ما مريناش بالظروف دي واللعيبه كمان معظمها صغير كمان ما بيستحملش الضغط ده بالظبط يعني احنا مثلا عندنا مش اقل من 10 12 لعيب يعني 98 و97 حاجات يعني انت بتتكلم مثلا عندنا لعيب رضا اللي حط جول ماتش الداخليه دوت مواليد 2000 فيعني طبعا ضغط احنا يمكن لعيبه عندنا لعيبه خبرات تبتدي توقف اللعيبه دي
على حيلها شويه في الملعب. يمكن كان احمد عيد موجود، كان صافي موجود، اسامه عزب موجود، انور، حسام، حسام عرفات، في لعيبه كبيره في الملعب. انما برضه احنا عندنا لعيبه كتير جدا كانوا صغيرين، ويمكن من بدايه الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله هتلاقي اللعيبه دي هيبقى بشكل مختلف تتقل في الملعب. ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي ان شاء الله من بدايته تكون النتائج بالنسبه لنا ايجابيه ان شاء الله. مكملين ان شاء الله يا كابتن. والله يعني هو لغايه دلوقتي طبعا احنا موجودين، لان في ماتش الكاس يوم الثلاث الجاي مع سموحه. لغايه دلوقتي احنا موجودين ان شاء الله باذن الله. يمكن الكابتن طارق هو اللي يعني يتكلم في حته ان هو يعني ادى حريه للناس ان هي لو عايزه تغير طبعا مجلس الاداره طبعا، وده حقهم هم حسب ما هم شايفين مصلحه النادي فين. انما الكابتن طارق طبعا اتكلم في الجزئيه ديت، الراجل يعني بيقول انا كملت المهمه ان انا جاي من اجلها ان انا اقعد الفرقه في الدوري الممتاز، لان كان في بدايه الموسم كانت الامور صعبه علينا شويه. فهو يمكن حقق اللي هو كان عايزه وابتدى يسيب الخيار لمجلس الاداره يعني. يعني كابتن احمد في حاله انتم مكملين او مش مكملين اكيد بتعملوا تقرير عن حاله الفريق واحتياجاته، شايف ابرز الخطوط اللي ممكن تدعموها في حاله وجودكم ان شاء الله؟ والله لو احنا موجودين ان شاء الله باذن الله طبعا محتاجين يعني احنا السنه دي مثلا في سيد سالم مثلا باك ليفت وحيد هو اللي بيلعب على طول طبعا، سواء الراجل مصاب مش مصاب بنحاول نضغط عليه، لان الحته ديت بالنسبه لنا ما كانش فيه البديل الموجود بشكل كويس، لان كان معانا عمرو طارق كان بيلعب مساك وبيلعب باك ليفت، هو مشي من 3 4 اشهر كده سافر امريكا. فطبعا الحته دي كان عندنا برضو نقص فيها شويه. ناحيه الرايت يمكن كان بيلعب اسامه العزب وكان في الاخر خالص موجود صافي، وعندنا لعيب كويس اسمه بسام في الحته اللي تحت ديت. نص الملعب اكيد هندور على دريندر يبقى موجود تاني في نص الملعب. محتاجين طبعا فيرود او فيرودين ان شاء الله في البدايه. تمام، ابراهيم انا دايم مكمل ولا هيرجع تاني؟ لا مكمل باذن الله. مكمل ابراهيم انا دايم لعيبه كويسه، وكان معانا مش الموسم دوت، هو كان موجود معانا من موسمين برضو كان عامل شكل كويس، بعد كده سافر راح اليونان وبعد كده رجع تاني. فان شاء الله لا مكمل. ابراهيم صغير في السن واللعيبه كويسه جدا اللي في مصر، يعني الافارقه المعدودين في مصر يعني. يعني كابتن احمد ان شاء الله كل التوفيق ليك مع كابتن طارق العشري مع وادي دجله، وان شاء الله يكون مستقبل موفق بالنسبه لكم ان شاء الله. كابتن احمد حموده المدرب شكرا. العام لنادي دجله، شكرا جدا على هذه المداخله. نروح لماتش المصري وسموحه النهارده. يعني ماتش المصري الاهداف هنا مختلفه، المصري اهدافه مختلفه تماما. طبعا عايز يحقق المركز الثاني، في منافسه بينه، ده دوري ثاني خالص بينه وبين الاسماعيلي على المركز الثاني.